موضوع آخر، شهدت البكالوريا أو الثانوية العامة موضوع الدورة السابعة من مسابقة اليوتيوبرز الذي يشرف عليها موقع بودكاست أرابيا، والتي تهدف إلى ترقية وتطوير المحتوى الرقمي العربي. باب المشاركة مفتوح إذن أمام جميع المبدعين العرب الذين لا تتعدى قنواتهم على اليوتيوب 10,000 مشترك بفيديو تتراوح مدته بين 30 و10 دقائق يعالج موضوع البكالوريا. هذا تشدر الإشارة إلى فترة إيداع المشاركات تمتد إلى غاية يوم الاثنين 15 من شهر مايو الحالي. نتابع هذا التصريح. موضوع البكالوريا لمسابقة اليوتيوب في دورتها الأولى لعام 2017 يأتي على مقربة من امتحانات الشهادة البيضاء، يعني مابقاش بزاف للباك بلون. راح تكون يعني فرصة أنه يفاجئ شوية على خاطرهم، وأيضا ثاني أنا نشجعوا أنه توصلنا فيديوهات اللي فيها نصائح من أجل يعني التغلب على الاستعداد قبل الامتحان، نصائح في المراجعة النهائية. نحن يعني نريد أن يكون المحتوى يجمع بين الجانب الترفيهي والجانب الفائدة، يعني ما يكونش فقط كوميديا، وما يكونش فقط يعني تربوي تعليمي بطريقة مملة، يعني حابين أن يكون في نوع من التوازن.